امرأة في الثلاثينيات من العمر خرجت من المنزل قبل شهر ونصف دون أن ترجع حتى الآن. هذه المرأة تعاني من حالة نفسية ويناشد أهلها الجميع لمساعدتهم في العثور عليها. في سوق حجر وتحديدا في شارع حدة بتاريخ 9/1/2019 فقدت الأسرة المنكوبة ربة منزلهم نوال، والتي قيل بأنها تعاني من حالة نفسية أو حد قول ذويها أنها تعاني من الأسحار أو التلبس من قبل الجان. شهر ونيف هو عمر معاناة هذه الأسرة التي باتت لا تعرف للراحة طعما. يعني رضعت من حوالي شهر ونص، تعاني من السحار ل9 سنين، أرجو من الذي يدري به ولا يعلم به ولا إنه يقول لا ينهي. طيب فين قد دورتوا عليها؟ فين قد سألتوا؟ دورنا بكل الأقسام، بكل المستشفيات، بكل مكان، قدرنا شنلقي. أرجو منه اللي هو ببيته واللي يلقي عنا علم الذي يقول لنا يرد لي جهالي يرد لي بيتي. كم عاطفة؟ 3 عيال وبنت. 4 أطفال وزوج تائه يبحثون كل يوم عن أي أثر يقودهم إليها دون جدوى. قد خرجنا ندور بكل الأقسام، بكل المستشفيات، بكل مكان. أتمنى أن أمي ترجع لنا. أيوة مرات الدنيا. أنا أشهد أي إنسان أنه عنده يعرف أي معلومة ولا أي خبر ولا أي يعلمنا به. أنا أشهد أي شخص يعرفها أو يعرف عنها أي معلومات أن يتواصل معنا على رقم الموضح في الشاشة، وهي معها 4 أطفال، يعني هم في حالة عليها دائما، يبكون دائما، يسألون أين هي. وأمها يعني أكثر حزنا عليها، رغم يعني اسمه رغم طول مرضها فيها، لكن نسأل الله أن يسمعنا كل خير. استنجدت هذه الأسرة أخيرا بقناة السعيدة، وكلها أمل بعون الله تعالى لهم عبرها في إيجاد نوال المرأة الضائعة. فمن يعثر عليها أو يعرف عنها أي شيء عليه أن يبادر بالتواصل عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة لتعود الابتسامة إلى هذه الأسرة المنكوبة من جديد.